فضيلة الشيخ حفظك الله، هذه امرأة ذهبت مع أهلها لأداء العمرة فلم يتسنى لها القصد بعد السعي، فذهبت إلى جدة مع أهلها فبدلت ملابسها وفكت إنها تطيبت أم لا، ثم قصت بعد ذلك. يقول هذه المرأة ليس عليها شيء لأنها لم تفعل محظورا من محظورة الإحرام، حيث انك تقول انها شكت هل تطيبت ام لا، والاصل براءة الذمة وعدم التطيب، والتقصير والحلق ليس له مكان، يجوز في كل مكان سواء في مكة او في البلد الاخر، لكن اذا لم يحلق او يقصر بقي عليه من محظورات الاحرام ما بقي. نعم.